انا اولا ناكد انه القائمه هذه متفق عليها بنسبه 90% كل الفنيين التوانسه. كان تلمهم الكل اشتقاهم 90% متفقين على القائمه، ثم اختلاف بتاع 10% هو اختلاف رؤيه كل مدرب وفلسفه كل مدرب، هيك يقول لك انا يصلح لي هيك، هيك يقول لك يصلح لي. وما عندناش تشكيك في اي ملاعبي من 26 اللي ماشي، وما عندناش شك في قيمه اللي ما مشاوش واللي هما يستحقوا يمشيوا. الله غالب ثم 26 بلاصه، ثم ناس باش تمشي وثم ناس باش تتظلم كما تظلم سعد بقير. وتو مش نقول لك سعد بقير كيفاش تظلم، ما نسمحش لنفسي باش نقول تظلم فنيا، انا مانيش خير من جلال القادري، ما نفهمش خير منه الكوره، ما نفهمش خير من سي زواوي، هما يفهموا خير، ما نحكيش جانب فني. انا شنو هو المأخذ في القائمه؟ بالنسبه لي انا كملاحظ وكمتابع، ما ناخذكش على الشوا نتاعك، اما ناخذك على الشكل اللي تم به تحديد القائمه ثم اعلان القائمه. اللي خلتني نحس ثم ارتباك وتردد، ما ردوا خروج السلطه المطلقه من يد جلال عبد القادر، جلال القادري في تحديد القائمه، وهذا هو اللي قلق. وما نقولش زاد رئيس الجامعه ما عندوش حق يدخلها، لا لا رئيس الجامعه يدخل، ولكن دخل في التيران بتاعه. انت نحيت سعد بقير وظهر انه بتاثير من المحيط، وقد يكون راي لرئيس الجامعه في المساله هذه. انا رئيس الجامعه شو نقول له؟ سعد بقير معاقبينه انتم كجامعه؟ ثم قرار فيه اداري كجامعه؟ اه نجم اريت انا كونتر نور نقول لك داكور. ما ثماش قرار اداري من الجامعه تجاه سعد بقير، المساله تعود بالنظر للمدرب. كي تحط لي الموس على رقبتي. كيفاش سي عبد الباقي يكون فما قرار من الجامعه وقت اللي هو مشى للطرابلس؟ هذا علاش انا قاعد نقول لك انه مساله سعد بقير تثير الريبه. اذا كان انت احنا عيطنا له في السيليكسيون الاولى، معناها دوسي امريكي مع الجامعه. خاطر ما هو نرجعوا، انا جيت تاني جيتك، خاطر ما هو نرجعوا يا وانت كنت معنا في البطوله العربيه، مشينا مع بعضنا وتبعنا تطورات معينه متعلقه بسعد بقير، وقيل انه لن يدعى الى المنتخب، وتنساه سعد بقير ان سيرتمون في المنتخب، صحيح ولا لا؟ صحيح. كوب دافريك نسيناه وقلنا ما تسالتش الناس وين سعد بقير. داكور؟ شكون اللي عاود ذكر واحيا الامل في سعد بقير وفي جمهور سعد بقير؟ هو جلال القادري، ولكنه لم يكن في المستوى مع سعد بقير ولم يحمي سعد بقير في اخر الامر. انا نقول لك هنا لواش عاودت حيرت المواجع وعلاش عاودت اون كاتريام ديسيبسيون للطفل، راهو عيب عليكم. ما يصيرش، مش معقول. سعد بقير عاقل، يجم يكون غلط في وقت من الاوقات، يجم يكون ما انضبطش في لعبه في التيرا وغششكم كمدربين، هذا الكل ورد، وانتم تاخذوا فيه اجراءات، اما الاجراءات اللي صار في سعد بقير هو عمليه تنكيل. عمليه تنكيل، عمليه اعتداء، وهذا ما نحبوش، هذا نحكي فيه. انا بكيم المار ما عيطش سعد بقير ما نقولكش لا انت ما تفهمش وانت ماكش شونتر، لا 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 ما عيطلوش، عندك رؤيتك ونحترموها. اما نعملوا ممارسات هذه، نفس العمليه مع بلال العيفة. معناها لا يعقل انه راجل تخليه معلق في الكويت، لا هو جاي لا هو مش جاي، وبعد مش جاي وبعدك جاي، معناها وبعد تقولوا لنا بالله نخليه المنتخب تاعك، انت ماكش قاعد تخلي فيه يخدم المنتخب، اك انت ماكش قاعد تحط في المنتخب بكونسونتري، اك انت قاعد تخلق في بيرتورباسيون في الملاعبيه وبعد تعيط له تعيط هذا وتنحي الاخر. الور هنا ما عادش احنا الغالطين، ما عادش الشارع الرياضي الغالط كي يتكلم، ما عادش الاعلام الرياضي، انتوما غالطين. ولو كان جلال القادري والمكتب الجامعي متاكدين من انفسهم، راهي القائمه تعلن من قبل، وراهي القائمه. انا تعرف اكثر حاجه وجعتني في 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 المده هذه، انك تشوف طيارات العالم الكل تهبط في مطار الدوحه من بي بي باسم بلدانها، الا الوفد التونسي يهبط في طياره اجنبيه. هذه حاجه شنو هو ربحنا من المونديال؟ باش ننزل كوب دي موند احنا تسويق، ربحنا من المونديال هو انه نحاولوا نبثوا صوره معينه لبلادنا. هذا هو اللي حاجتنا به. يا ناس اخسروا مع الدنمارك واخسروا مع فرنسا واخسروا مع استراليا، مش مشكل، اما المشكل انه اذا كانت تنكلوا بينا. علاش ما مشيتش الطياره؟ ها؟ علاش ما مشيتش الطياره؟ لانه تلخبيت موجود توا شهرين بين وزاره وبين جامعه، وما ثماش تنسيق وما ثماش لقاءات وما ثماش تغريب مصلحه عليا، وعرك فردي بين هذا وهذاك، والمنتخب بعد يجي يقول لك. وبعد تتهمني انا، بعد تتهمني انا، تتهمني انا تقول لي لا بالله ما جبتش موضوع بقير تو اثر عليه، ما نجبدوش يا اخي بقير ما عندوش مالي، بقير عنده ناس تحبه من حق الناس هذه تدفع عليه. علاش؟ خاطر عاش طول عمره عاقل بقير
ومن منطقة معروفة أهليها بالعقولية وبالسماحة وبكذا، علاش أنا كون نزلوا عليهم نعصوا فيهم؟ بقير ثلاثة مرات سكترة، الأولى الثانية الثالثة ملعب آخر ينتهي، وهو رغم ذلك مازال يقاوم مازال كذا وكذا. نجي نعمل له عملة كي من هكا، عيب عليك يا جلال. إذا كان عملها رئيس الجامعة نقول له عيب عليك يا رئيس الجامعة، إذا كان عملها حسين جنيح نقول له عيب عليك يا حسين جنيح. لانه كنا نجمو نتعاملوا مع بقير اوترومون، كنا نجمو من المال ما نعيطوش لبقير وما يتحمى يحتجش عليه، كما نعيط له ونمرمدو سامحوني في الكلمه راهو عيب، راهو ما يجيش لا مع بقير ولا مع اي لاعب من لاعبي المنتخب التونسي. اذا كان نحبوا نحافظوا على الملاعبيه نتاعنا، واذا كان بعد كي يجدوهم الدعوه يجيك فولونتي ويجيك يجري وما يقولكش كما قال سي رضا، ما دامك انت راهي جامعه انا ما نجيكش. سي رضا